ما بعملهاش دكتور غير سعد للغال يا الشهبي. دكتور، اقطع سعد كلام. الشهبي المدير التنفيذي للنادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. مساء الخير يا كابتن احمد. ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. الف مبروك الاحتفائيه بتتشين النجمه العاشره، ويا ريت تقول لنا اجواءها ايه وظروفها ايه بقى. يعني في الحقيقه احنا طبعا احتفال بتتشين النجمه العاشره العلامه التجاريه للنادي الاهلي ده ضمن الاجراءات التسجيل لدى مكتب اداره العلامات التجاريه في مصر العربيه. طبعا بيبقى له عائد مادي على كل الشؤون بتاعت النادي بتقوم على العلامه التجاريه. انتهاك للعلامه التجاريه كان منتجات في بعض الجهات بتبيعها بدون ترخيص من النادي الاهلي بالدعاء ان هي في تغيير العلامه. فالنادي الاهلي طول عمره من يوم ما فاز بالبطوله الاولانيه البطوله الافريقيه بيحط النجمه، وبالتالي بيسجل كل ده في اجراءات اداره العلامات التجاريه للنادي. دكتور يا ريت تتحرك في مكانك شويه، تغير المكان عشان التليفون والشبكه بس. سامعني كده؟ اه اتفضل. تمام. فده بالنسبه لنا بقى اضافه كبير جدا بالنسبه من لا الصوت برضه الرعاه. الصوت يا دكتور يا ريت تقف في مكان الشبكه تكون اوضح شويه. سامعني كويس؟ لا لسه صوت عامل برضه. اتفضل يا دكتور، اتفضل اتكلم. طيب بدأت لها سوق في العالم كله، يمكن هنعاود الاتصال بالدكتور سعد يكون في مكان انسب شويه للشبكه، لكن هو بيتحدث عن كيف ان هذه النجمه العاشره يا باشمهندس ليها تاثير على القيمه. انا بس عايز اخلص الحته بتاعت الشبكه عشان هو سأل هل دي معموله عشان تغطي على احتفاليه الزمالك؟ هو يا دكتور سعد يا استاذ محمد، لو الاهلي كان كسب الدوري ما كانش هيعمل هذا الايفنت او هذا التدشين. طبعا كان هيتعمل، لانه كان حديث ده من اول السنه والكلام بيتقال، عايزين نلاقي الوقت المناسب نعمل هذا الكلام يعني. فهي مش محتاج ترد بيه على حد يعني. وبعدين احنا بنعملها فين؟ احنا بنعملها جوه بيتنا. ده الناس زعلانه ان احنا ما رحناش عملناها في استاد كبير ودعينا الجماهير و لانه في الوقت ده كنا ربما الاجراءات تعطلنا ما نلحقش نعمل هذا التدشين، لانه كان هيحتاج بقى موافقات وسواء من استاد القاهره او يو السلام او اي استاد هتعمله فيها، وكان هيحتاج موافقات اخرى صحيه وامنيه يعني ربما كنا استغرقنا الوقت ودخلنا في الموسم الجديد ما كناش هنلحق. فجماهيرنا يجب يعني ان تسعد بناديها وتفرح بيها، وخصوصا الايفنت متذاع، عشرات الملايين هيتفرجوا في بيوتهم ويشاركوا الاهلي هذه الاحتفاليه ويتمتعوا بيها، وما فيش حاجه يا اخواننا هتخلي جمهور الاهلي ما احتفلش بفرقته ابدا. ودي التغطية الكبيرة اللي هتستمتعوا بيها إن شاء الله من خلال شاشة قناة الأهلي من بداية الحفل وقبله لنهايته، لكن ترتيبات الحفل إيه؟ رجع لنا الدكتور سعد شلبي. يا دكتور اتفضل. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، مساء الخير يا كابتن عدلي مرة ثانية. الحقيقة زي ما بقول لحضرتك، وهو الحفل طبعا تشكيل النجمة العاشرة، وده واحد من الحاجات المهمة جدا في عمليات التسويق بالنسبة للنادي الأهلي، سواء كانت الرعاية سواء كانت حقوق البث نفسها. الناس بتستغرب يعني ايه تدشين النجمه العاشره وخطواته بحقوق البث، لان القنوات الناقله ايضا هي بتبث عن طريق علامه تجاريه، وبالتالي احنا حريصين على عمليه التطوير دي للعلامه التجاريه لحاجات كثيره: حمايه حقوق الرعاه داخل السوق، حمايه حقوق النادي الاهلي، حمايه الشركاء التجاريين كلها سواء كان الاهلي ستورز او مبيعات الملابس الرسميه للفريق الاول، فكلها بتبقى مبنيه على التطوير اللي بيحصل في العلامه التجاريه. عشان كده احنا بنعمل الحفل ده، لانه واحد من الحفلات المهمه في تاريخ التسويق بالنسبه للنادي الاهلي، ده رقم واحد. في الحقيقه كمان الحفل في الحقيقه بيحضروا مجموعه من القيادات الرياضيه المهمه داخل صناعه الرياضه المصريه وتحديدا كره القدم، بالاضافه الى مجلس اداره النادي الاهلي ومجالس الاداره السابقه، بالاضافه الى بعض القيادات. وفي الحقيقه احنا كنا نتمنى طبعا ان تبقى عندنا مساحه لجمهور النادي الاهلي، لكن احنا كنا حريصين ان جمهور النادي الاهلي يتابع هذا الحفل
من خلال قناة النادي الأهلي، هيبقى في متابعة حية لكل فعاليات الحفل من خلال القناة، وده يمكن الشيء اللي خلانا نبقى يعني متواصلين مع جمهور النادي الأهلي عبر قناة النادي الأهلي ليتابعوا كل فعاليات الحفل إن شاء الله. الحفل بيشمل مجموعة من البرامج أيضا، وبيشمل تكريم بعض الرموز الكبيرة في تاريخ النادي الأهلي. طبعا موجود كابتن محرم الراغب بتاريخه الرياضي العريق، والكابتن عزت القيعي ايضا بتاريخه مع تاريخه الاداري وعطائه الاداري اللي امتد السنوات تمتد ل 50 سنه في الحقيقه. وايضا هتحضر اللاعبه جيانا الحاصله على الميداليه البرونزيه، ليكون لها ايضا مفاجاه داخل هذا الحفل. الحفل ايضا بيتضمن مجموعه من الحاجات اللي هتبقى تاريخيه في حياه النادي الاهلي وحياه ايضا رياضي كره القدم، رياضي كره القدم بالنسبه لفريق النادي الاهلي، لان هيبقى في حاجه تاريخيه نادره جدا ان شاء الله في الحفل. وكل جماهيرنا ان شاء الله هتتابعوا عبر قناه النادي الاهلي ببث مباشر ان شاء الله. وحفل هيكون يليق باطلاق النجمه العاشره، وايضا يليق ايضا بقيمه ومكانه النادي الاهلي. تمام يا دكتور، يعني اذا مفاجات الحفله كبيره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طب دكتور، وحضرتك بتتكلم على الحقوق التسويقيه للنادي الاهلي الحقيقه والاهلي ستورز، لعلك تابعت اللي كان صديقنا العزيز الاستاذ محمد القوصي والاستاذ احمد الخضري في قناتهم على اليوتيوب فجروا حاجه خطيره جدا، وهي وجود بعض المواقع في اوروبا، يمكن موجوده في لندن وفي باريس، بتبيع شعار النادي الاهلي، فانيله النادي الاهلي، الكوفيه الخاصه بالنادي الاهلي، وكل ادوات النادي الاهلي وعليها الشعار. يمكن هتشوف بعض هذه الـ 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 الادوات عليها شعار النادي الاهلي ومسعره، يعني حتى الموقع مسعرها بحيث انه يبدا يبيع بالديجيتال ماركتنج لحول العالم. فين حقوق النادي في ده وراي حضرتك ايه؟ يعني خلينا نقول ان انتهاك العلامات التجاريه على مستوى العالم دي ظاهره موجوده في كل دول العالم. يعني خليني اقول لحضرتك رقم كده بسرعه، الولايات المتحده اللي هي يعني الملكيه الفكريه محميه فيها مستويات عاليه من الدقه، بيتم انتهاك العلامات التجاريه الرياضيه في حدود 200 مليار دولار سنويا. 200 مليار دولار سنويا، وده بقى بيعكس قيمه حفل النادي الاهلي، يعني بيعكس قيمة حفل النادي الاهلي، لان التطوير اللي بيحصل للعلامة التجارية وتسجلها في مكتب إدارة العلامات التجارية هو ده اللي يقدر يمكنك انك يخليك تدافع عن حقوقك. ويمكن في وجود الكابتن عادلي ايضا، انا يمكن قلت كررت الكلام ده اكثر من مرة، ان احنا بنتخذ كل الاجراءات القانونية ضد انتهاك العلامات التجارية للنادي الاهلي وحطتنا على غرامات. وايضا الموقع اللي حضرتك ذكرته تفضلت بيه مشكورا زملاء الافاضل الاستاذ القوصي والاستاذ احمد الخضري تفضلوا بيه مشكورين، احنا بدانا فعلا في اتخاذ الاجراءات القانونيه لمتابعه المواقع دي. وعشان كده النادي الاهلي كمان خد خطوه استباقيه، في خلال 15 يوم هيظهر الستورز الرسمي بتاع النادي الاهلي اونلاين. يعني احنا مش هنعمل ستور فيزيكال عادي موجود على الارض، لا احنا هنعمله اونلاين عشان نواجه الانتهاكات اللي موجوده، وخاصه في الاسواق البعيده عشان نقدر نوصل لها. يمكن الستورز اللي احنا هنطلقه في خلال ال 15 يوم القادمه ان شاء الله، ده هيقدر يوصل المنتجات دي لاوروبا. طول ما الزبون بتاعك انت بتقدر توصل له في اي مكان، ده اكيد بيواجه الانتهاكات اللي موجوده. التطوير اللي احنا بنعمله بكره ان شاء الله باطلاق النجمه العاشره وبتسجله في مكتب العلامات التجاريه، ده بيحمي لك ايضا العلامه وبتقدر ايضا تطورها وتطرح عليها منتجات جديده، وبالتالي انت بتواجه عمليات التزوير اللي بتحصل للعلامه التجاريه بتاعتك. فاحنا خدنا النهارده اجراءات قانونيه ضد الموقع ده. الحاجه الثانيه ان احنا ان شاء الله في خلال 15 يوم هنطلق الستورز الاونلاين، بحيث ان كل الجماهير اللي موجوده في اوروبا واللي موجوده في الولايات المتحده واللي موجوده في السوق العربي تستطيع ان هي تشتري العلامات الرسميه بتاعت النادي الاهلي، وتستطيع ان هي تسدد وهي موجوده اونلاين، وتستطيع ان هي تستلم منتجاتها في اماكنها دون اي معاناه. وبالتالي دي واحده هتبقى من الخطوات المهمه اللي هتواجه عمليات الكمين التسويقي اللي بتحصل على علامتنا التجاريه. نعمله بكره هو ده، بنسجل العلامه. وعلى فكره احنا عندنا 14 تسجيل للعلامه التجاريه، لان العلامه التجاريه بتاعتنا حصل فيها 14 تطوير حصل على مدار تاريخ العلامه، فاحنا كل ده مسجلينه في حقوق الملكيه الفكريه، وده بيساعدنا. ويمكن الكابتن عادلي يتذكر ان احنا اخذنا من بعض المحلات اللي كانت بتدور على النادي الاهلي، اخذنا اكثر من 1,200,000 غرامه، اخذنا 7,000 تيشيرت وحافظنا عليهم في بعض المراكز التجاريه اللي كانت بتدور. دي كلها ده في ناس يا دكتور سعد اتحكم عليهم بالسجن حمايه علامتهم، وبيواجه هذا الاختراق الكبير جدا.
دكتور سعد يعني الصوت يا كابتن عادل انا مستمعه بعد اذنك. بقول يا دكتور يعني مش من الوارد ان احنا نفكر بعد ما ناخد حقوقنا وناكدها مع هذه المواقع ان احنا نتعاون مع الجادين منهم ويبقى في حقوق بـ 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 للنادي الاهلي ويسمح لهم بالتسويق اذا كان عندهم قدرات تسويقيه كبيره وازرع مثلا منتشره؟ يعني هل ده وارد ولا يعني احنا هناخد اجراء ان اي حد يعني يبقى كله من خلال النادي الاهلي فقط؟ يعني خليني يا كابتن عدلي اخد من كلام حضرتك واطمن حضرتك، انت بتاكد على مجموعه من المعاني ليه بيحصل عمليات الانتهاك للعلامه التجاريه، ان هم عندهم منافس توزيع كبيره منتشره في كل المعموره، وبالتالي بيقدروا يوصلوا البضاعه بتاعتك للزبائن اللي محتاجاها، لان جمهورك عريض كبير موجود في كل ارجاء القاره، موجود جمهور اهلي في اوروبا، موجود جمهور اهلي في الدول العربيه، موجود جمهور اهلي في جنوب افريقيا، موجود جمهور اهلي في كل ارجاء القاره، موجود كمان في الكره المصريه وفي المدن المصريه مش عارف يوصل للمنتجات بتاعتك. احنا كنا حريصين واحنا بنعمل العقد بتاعنا من المره دي نختار واحده من اقوى الشركات اللي بتشتغل ولها منافذ توزيع موجوده في كل ارجاء المعموره تقدر توصل لك المنتج. فاحنا مش ما عدناش محتاجين نشتغل مع الناس دي، لانها اولا هي بتنتهك حقوق الملكيه بتاعتنا، وبالتالي هي شركات غير مرخص فيها، فاحنا عندنا الشركات المرخص فيها بهذا العمل اللي بتمتلك مهنيه وحرفيه في هذا المجال ايضا، اللي تقدر توصل للعميل المنتج بتاعته بطريقه امنه وسليمه، وايضا لو عنده رغبه في استرجاع المنتج ده كمان احنا بقينا حريصين عليه، وبتشتغل دلوقتي التعاقد الجديد بتاعنا ان شاء الله اللي انا قلت لحضرتك هينطلق في خلال 15 يوم، بنشتغل مع كبريات الشركات، مش عايز اقولها على الهواء ده عشان ما يعدش بشكل اعلان، من كبريات الشركات المسؤوله عن توصيل المنتجات، وبتشتغل مع كبريات المواقع اللي هي الاونلاين ماركت بتبيع دلوقتي. فاحنا في الحقيقه ما عدناش هنحتاج الاطراف اللي بتنتهك اللي بتعمل القرصنه دي، ما عدناش هنحتاج لها، لان ان شاء الله هنقدر نوصل لكل جماهير النادي الاهلي في كل ارجاء المعمول. اللي في اوروبا عايز لو عايز قطعه واحده هتوصل له لحده وبسعر اقل وبتحمل العلامه الرسميه للنادي الاهلي. وهنا كمان انا بناشد من خلال قناه النادي الاهلي، بناشد كل جمهور النادي الاهلي العظيم اللي موجود في كل مكان لم يعد في حاجه الى اي موقع اخر غير الموقع الرسمي للنادي الاهلي، في خلال 15 يوم ياخد كل اللي هو عايزه من خلال هذا الموقع. وهنا هو ده يبقى جمهور النادي الاهلي بيساند عمليات التسويق النادي الاهلي، بيشتري منتجات النادي الاهلي، بيقدر يساهم في عمليه ان الاهلي يفضل في المقدمه دائما. دكتور سعد لا ينبئك مثل خبير، طمنتنا والشكر الوفير لحضرتك. شكرا جزيلا للدكتور سعد الشلبي المدير التنفيذي للنادي، اللي اكد لكم على انه حفل بكره ان شاء الله تعالى لتدشين النجمه العاشره، حفل ذات طبيعه خاصه جدا له ظروف خاصه، مهم جدا حضور الرعاه فيه لان هم شركاء النادي الاهلي في مسيرته، بالاضافه الى مجالس الادارات او مجالس الاداره السابقه في النادي مع نجوم كره القدم ولاعبي النادي. باذن الله يحظى بمتابعه الملايين ويعمل رقم قياسي في المتابعه. والقناه بقى يعني مش هتشوف الاهلي وهتحتفي بنجمته العاشره الا من خلال شاشه الاهلي قبل بدايه الحفل ان شاء الله.